النقطة التانية، أنا عايز أقول لكم إن إحنا لما جينا اتحركنا وبدأنا في الخطة ديت، خطة شرق العاصمة بالكامل، كل الناس قالك بيعمل الكلام ده لصالح مصر الجديدة ومدينة نصر. أنا عايز أقول لأ، مفيش كلام من ده، في حاجة لصالح الناس. الناس الحركة اللي موجودة على الكتلة دي يوميا 2-3 مليون سيارة في اليوم. أنا مش إحنا بنرحمهم بحركة كويسة سهلة أقل تكلفة في الوقت وفي الوقود اللي بيستعملوه كده. فيعني ما بنعملش إجراء إلا في إطار خطة متكاملة للدولة لمعالجة آثار، يعني آثار صعبة، مش هقول ثابت ولا كلام اللي كده يعني. أنا بس عايز أقول اللي أنتوا بتشوفوه ده زي الصور اللي فاتت واللي ممكن تكونوا شايفينها كده، بقولها للإعلام وبقولها للمواطنين، هو ده الحال، هو ده الحال. نصلحه ولا نسيبه؟ نصلحه. طب نصلحه على حساب الناس ولا على حساب الدولة اللي هي الدولة في الآخر شعب مصر؟ يعني الثمن اللي بيدفع ده بيتحمله الشعب المصري كله. طب بيهمني هنا أقول إيه؟ أقول حاجة واحدة بس، أنا دايما أقول لكم إيه، براهن على الناس، على المصريين، مش كده؟ طب هنا بقى أنا بقول لكم، طب أنا بشكر المصريين. مش هم قعدوا الكم أسبوع اللي فات يعني يولعوا الدنيا عشان كذا، بيستغلوا المواقف الصعبة اللي احنا بنعملها، اللي احنا ايه، ما احنا يا نعمل يا نسكت. نسكت تشوفوا المنظر ده ويبقى ده كل دي بلدنا، ما نسكتش ونعمل ونصلح فهيبقى في ظروف صعبة. فهم بيختاروا الظروف الصعبة عشان يعني يسيئوا ويشككوا للمصريين في اللي احنا بنعمله، وان ده على حسابهم وضدهم. ابدا والله، لا والله، هو رهان عليكم ان انتم يعني متفاهمين اللي بيتعمل ومقدرين وبتتحملوا، وانا بقول انتم بتتحملوا. وبالمناسبه انا هو اللي بيتعمل مش بيكم انتم، هو اللي بيتعمل في مصر. هي الدولة حاجة وشعبها حاجة تاني؟ لا لا، الشعب والدولة حاجة واحدة، ومحدش يدخل بينا ومحدش هيقدر يدخل بينا. احنا بنجري وبنعمل نصلح ده، وزي ما قلت كده رهاني على الناس. والحمد لله رب العالمين، خلال السنين اللي فاتت كلها كان الرهان دايما هيبقى كسبان. طب كسبان ليه؟ لسببين. السبب الأولاني ان احنا بنصلح في الارض ولا بنفسد؟ لو بفسد في الارض ابقى خايف، لان مش هيبقى معايا ربنا يعني، انا كده بشتغل ضده سبحانه. لا، احنا بنعمل اصلاح ان شاء الله. النقطه الثانيه ان الناس ما حدش يقدر يخدعها بالكلام، حتى لو هو تعبان، حتى لو هو تعبان يبقى حكي.